السلام عليكم. باش توضح لكم الصورة ويوضح لكم الصوت وتوضح الأمور كلها، راه حنا في طور تواصل مع جميع الناس اللي هما كيتواصلوا معنا في الانستغرام، وكنتسناو واحد العدد اللي هو فارض المكتب باش ممكن انهم يقدموا للوكالة اللي موجودة في كندا. وهذا المكتب راه عنده فرع في المغرب وفي الامارات وفي كندا، وراه هو اللي هو موثوق ومضمون، وحنا ما نشرناه في القناة حتى كنا على المكتب، راه هو غادي يكون باين لكم المكتب، راه ما نشرناه حنايا حتى عطاونا الضمانات، وداكشي اللي قلنا في القناة ديال انه غادي يكون الدفع لواحد البخيت يكون قليل، راه قليل بالنسبة لكندا. انا راه كنتعجب للناس اللي قالوا لي في الانستغرام هادشي راه بزاف، انا راه ما فهمتش والله ما فهمت، ورا الناس كيدفعوا للطاليان 8 د المليون و10 د المليون باش يمشيو غير للطاليان، ما بالك بكندا؟ وراه ضروري خص تكون بعدا فيك الشروط، خاصها بعدا تكون فيك الشروط متوفره عاد باش هما غيقبلوك، وحتى دير مقابله مع صاحب العمل، دير مقابله معاه ويوافق عليك ويعطيك يرسل لك عقد العمل، عاد ديك الساعه كتبدا انت دوك الدفعات مع المكتب. هادشي راه هما اللي فاردينو، راه ماشي انا وراه ماشي حنا، راه هما اللي فارضين هادشي، وراه خص تكون بعدا عندك ديبلوم وعندك 3 سنين ديال الخبره وعندك لاسينيسيس الا كنتي مغربي، اذا ما كنتيش مغربي لاسينيسيس راه ما مطلوباش. بالنسبه للموضوع اليوم راه هو كيتكلم على منظمات، هاد المنظمات اللي هي زعما كتفرضها الحكومه الكنديه، هما ناشرينها في الموقع الرسمي ديالهم، وكيخولوك انك الناس اللي بغاو يقدموا بغاو يتواصلوا معاهم راه مخليين لك البريد الالكتروني ديالهم الجيميل، ومخليين لك حتى رقم التليفون، حتى التليفون ديالهم الا بغيتي تهضر معاهم راه هما مخليين لك في هذا الموقع ديال هذه المنظمات، وحتى في البنيه راه كاين حتى البناء، وراه الاخوان اللي هما كيقولوا لي بلي ما كاينينش هاد المهن، بالنسبه للاخ اللي كيتواصل معايا في الانستغرام وقال لي بلي المهنه اللي انا راه بناء ولا انا راه شيفور، راه انت خصك تقدم، والاغلاط ناري على الاغلاط وناري شحال ديال الاخطاء، وراه داك السيفي اللي عندك راه علاش انت ما كتقبلش؟ راه داك الشيء دابا باش نقول لكم انا راه الناس ما كيتقبلوش على حساب هذاك السيفي ديالهم. واش واحد ما دايرش الرمز ديال الدوله، ما دايرش الجيميل، ما دايرش تاريخ الازدياد، ودير لي هوبي ديالو، دير الهوايات الصيد والسباحه والدراسه عدي هذاك الشيء، راه الهوايات راه ممنوعه، راه قلت لكم بالراه ممنوعه، ودير التصويره ديالك، راه خصك دير التصويره ضروريه التصويره، فهمتي؟ الا بغيتي انت تنجح وانهم يتواصلوا معك، الا ما بغيتيش يتواصلوا معك راه ما يمكنش، راه ما يمكنش، الا كنتي انت عندك السي في ديالك غلط اصلا، وما ما فيهش هذا الشيء اللي كنشرح انا واللي تنقول. كنتمنى لكم واحد موفق، تابعوا معايا نشرح لكم الموقع الحكومه الكنديه اللي نشرات فرص في مجال عديدة، مجالات كثيرة بزاف ومهن كثيرة اللي هي كتخول انك تمشي لكندا. فابور اللي بغى يمشي فابور، اما المكتب راه طالب الطبخ، لي باتيسري، لي سيرفور، لي سيرفوز، الفندقة، هادشي راه شرحناه هذا في فيديوهات من قبل، وكاين بزاف الناس ما كيشاهدوش الفيديو حتى الاخر وكيسولوني اسئلة انا راه كنشرحها في الفيديو، كيفاش نقدم، كيفاش نتواصل، شنو هما الشروط، راه هادشي كلشي كنشرحه هنايا في الفيديو. ما عليك انت غير انك تضغط على الرابط ديال المنظمات مثلا اللي غنشرحو اليوم، وترسل لهم السي في ديالك في الايميل ديالهم، وانا غادي نوريك المنظمات، وكل وحده راه عندها تخصص ديالها، راه ماشي كل وحده عندها تخصص خاص بها. كنتمنى لكم حظ موفق، لا تنسى ان تشترك وتفعل الجرس ليصلك دائما كل جديد، واي سؤال خليه لي في التعليقات. بالله عليك قرا معايا شنو مكتوب هنايا، المنظمات التي يمكن ان تساعدك في العثور على وظيفه. هاد الشيء راه في ضمن الموقع الرسمي ديال الحكومه الكنديه، ها هي غوفرنمون دو كندا، راه هي اللي كتعطيك هاد الخدمات ما قبل الوصول والاستعداد للعمل في كندا. هادير العديد المنظمات في العمل وجه الخصوص للبحث عن عمل والعثور عليه وكتابه سيره ذاتيه مناسبه لكندا كما كتشوف، وتعلم المزيد عن ثقافه مكان العمل والعثور على مرشد. سوري سير، المنظمات التي يمكن ان تساعدك، هنا نجد مشروع التكامل والمشاركه الفعاله، كتابه السيره الذاتيه، الاستعداد للعمل في كندا، والتعرف على اوراق الاعتماد، والمشاركه في معارض التوظيف عبر الانترنت. هنايا
منظمة الأولى إنفونيت كما كتشوف قدامك، هادو هما الوسائل اللي يمكن لك أنك تعرفهم باش توصل الخدمات ديالهم. هنا التسويق عبر الانترنت، هنا الاتصالات الفرنكوفونية بالنسبة اللي كيهضروا بالفرنسي، دول شمال افريقيا منهم المغاربة اللي يتكلمون الفرنسية والجزائر اللي يتكلمون الفرنسية بطلاقة، وهنا التحضير للعمل في كندا والمساعدة وخدمات خاصة بالصناعة. بالنسبة للصناعة راه كتشوف هنايا في بريتيش كولومبيا راه كاين البناء، ها هي راه قدامك، ها هي البناء. بالنسبه للاخ اللي كيسولني في الانستغرام، ولكن راه خاصك تصايب سي في اللي هو مهم، وراه هادشي راه دولي، راه حول العالم، راه ماشي غير في كندا، راه هما كيختصوا حيت الموقع، هذا الموقع هذا الغوفرنمون ديال كندا راه كتنشر بالنسبه اللي هما كاينين في كندا واللي هما برا ديال كندا، راه ماشي غير خاصين غير بواحد البلاصه. هنا كاينه في انشاريو كما كتشوف خدمات على مستوى العالم، باش نكونوا متفقين راه هنا راه على مستوى العالم، يعني في اي بلاصه في العالم راه يمكن لك انك تدخل وتواصل. وهنا راه كتجي كتلقى المهن الماهره وكتلقى حتى الهندسه، المهندس اللي كيتواصل معايا انت على الهندسه في هذه المنظمه، وكاين حتى التدريس. انا خطوه بخطوه شويه بشويه وغادي تعرف. هنا كنزلوا في الخدمات عبر الانترنت حول العالم، كنزلوا هنايا كنلقاو الموارد البشريه والمبيعات والتسويق. انا كنتي كتبيع وتشري، اه هي المبيعات والتسويق، راه هذه المنظمه راه مختصه في هذا المجال. هنايا بالنسبه للاحداث المهنيه الوافدين الجدد، هنايا كتهبط وكتبقى تقلب حتى كتلقى المنظمة اللي هي كتخص في المجال ديالك. بالنسبة للسيكوريتي راه كتجي هنا الصحة والأمن، حتى السيكوريتي راه خصو يقدم، والتسويق كتنزل كتلقى المدارس، هنايا المعلمين، الأساتذة، أستاذات. صيفطوا هذا الفيديو هذا للأصدقاء ديالكم باش يلقاو هذه الفرصة. وهنا الممرضات، بالنسبة للأخت اللي كتسولني على الممرضات، هنا راه كتلقى الممرضات في الإرشادات مع الممرضات الكنديات، راه كتواصل معك ممرضة كندية وكتبقى تواصل معك وتعطيك معلومات من خلال هذه المنظمة هذه. هنايا غادي نقلبوا على أي وحدة نكليكيو عليها باش أنه مثلا ندخلوا على هذه المهن الماهرة. كل وحده عندها اختصاصات ومجال ديالها، وراه هادشي راه نشره الحكومه الكنديه، هي اللي نشره هادشي، وراه كتعطيك هي التصل، ها هي راه هي التصل، اتصل بهم، كليكي عليها واتصل بهم. ها انت هادشي راه كلهم خدمات كيوفروهم، ورش العمل والتدريب والندوات عبر الانترنت والارشادات مع الخبراء المحليين. انت تواصل معاهم وقرا وتواصل، ما تعرف شنو الحظ ديالك شنو غادي يجيب لك. À Ombati, nous aidons nos clients à développer une meilleure connaissance de ces industries réglementées, à comprendre le processus visant à obtenir des certifications. شتي راه قالت لك باش انك تعرف لا بروسيسوس كتعرفها وكتواصل معاك وكتعرف شنو دايرين، حتى هما ارشادات، وهي راه اتصل بينا قدامك، وحتى انهم دايرين ارقام هواتف. جرب انت رقم الهاتف، راه ما تعرف يعطيك الواتساب ديالهم، ما يعطيك الواتساب ديال شي واحد خدام في المنظمه اللي غادي يعطيك المعلومات.